سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة، برحب بيكم في حلقة جديدة وهتكون حلقة شيقة جدا من برنامج المرأة المسلمة. بصلي بركات الرب ونعمته ورحمته وإحساناته عليكم ومعاكم النهاردة. بصلي إن الله ينير قلوبكم بمحضره وبمحبته اليوم. النهاردة حلقتنا بعنوان تمكين المرأة السعودية ما بين الواقع والوهم. معايا النهاردة أو ستكون معنا بعد قليل ضيفة استقبلناها قبل كده من 3 سنين تقريبا، وهي الأخت سارة اليحيى، هتكون معانا بعد خبر الأسبوع على طول. خلينا دلوقتي نروح لخبر الأسبوع. خبر الأسبوع النهاردة هيكون قصير شوية لسبب معين. خبر النهاردة هيبقى عن موضوع حرق القرآن في السويد. طبعا الموضوع ده حصل قبل كده وشفنا تداعياته وشفنا المظاهرات وشفنا الهجوم على البوليس والكلام ده كله، لكن المرة دي اللي بيقوم بالحرق القرآن هو شخص عراقي. خلينا نشوف الفيديو أو الكليب الصغير اللي هو عمله قبل ما نتكلم على الموضوع. تفضل. خليني أفاجئكم بخبر جديد. يوم 27/6 مظاهرتي، أول يوم العيد، مظاهرتي راح تكون أمام الجامع الكبير في ستوكهولم. راح أحرق القرآن أمام الجامع، وهذه نسخة من الطلب مالتي، شوفوها. أفاجئكم بعد، عندي طلبات أخرى راح أعلن عليها بالأيام القادمة. حبايب قلبي اللي بستوكهولم عايش، اللي موجود بستوكهولم، اللي حابب يشارك مظاهرة ويدعم معنويا ماديا، أحبكم. اوكي، الاعلان ده مره تانية، انا كل مره بتحصل حاجه زي كده انا مش مع حرق القران ولا الانجيل ولا ايذاء مشاعر الناس، لكن انا مع قول الحق. بس الموضوع ده وقفني عند سؤال مهم. السؤال هو ايه اللي هيحصل للاسلام لو كل شخص في الدول الاسلاميه كان عنده الحرية الكاملة إنه يعبر عن رأيه في الإسلام، إنه ينتقد الإسلام، إنه يتعامل مع إيمانه بالصورة اللي هو عايزها، كان إيه اللي هيحصل؟ في مرة من المرات الشيخ القرضاوي قال كده إنه لو ما كانش في حد الردة كان كل المسلمين خرجوا من الإسلام، أو كان كتير من المسلمين خرجوا من الإسلام. هو عنده حق، لكن لأنه بلاد المسلمين ليس فيها حرية للتعبير، فالناس بتخاف لأنه قدامهم سيف، قدامهم اضطهاد، قدامهم خسارة كبيرة. لما بيروحوا بقى لبلاد الحرية بيقولوا الحق، بيقولوا اللي شايفينه، بيعبروا عن معاناتهم. بس خلي الفكرة دي في ذهنك. في الحلقات القادمة لما يكون عندنا تفاصيل أكبر وأوسع عن تداعيات الموضوع والأسباب اللي بيتكلم عليها الأخ اللي قام بحرق القرآن فعلاً، ده إن أقدر أتكلم عليها بتوسع أكتر. فسيباكم مع الفكرة دي، في سبب بيدعو الناس لأنهم يعترضوا ويعترضوا بشدة، ويمكن كمان يعترضوا بصورة تصدم الناس عشان ننتبه إنه في مشكلة، في مشكلة كبيرة. خليني بقى دلوقتي أتجه إلى موضوع حلقة النهاردة، وهو تمكين المرأة السعودية بين الواقع والوهم، وأكلمكم عن ضيفتي الأستاذة سارة اليحيى. الأستاذة سارة ناشطة حقوقية من السعودية، سعودية الأصل، من عائلة مسلمة، اتربت تربية إسلامية زيها زي أي بنت بتنشأ في السعودية، عاشت كثير من آلام المرأة المسلمة اللي بتنشأ تحت سيطرة وهيمنة الإسلام في السعودية. سارة ليها قصة يعني تعبر عن مدى الألم اللي ممكن تمر به امرأة مسلمة على مدى حياتها، وكيف تتغلب على هذا، وإيه المخارج اللي ربنا وضعها أمامها. أنا بنوه عن القصة دلوقتي ليه، واعتبره ده إعلان، إنه سارة هتكون معانا في الحلقة القادمة تحكي بقى قصتها الخاصة، إيه اللي حصل في حياتها، وهيكون فيها مفاجآت كبيرة جدا.
المرة دي بقى سارة كانت هتكلمنا عن مهمتها المهمة اللي هي اتخذتها في حياتها وهي الدفاع عن حقوق المرأة. أوكي؟ خلينا نرحب بسارة. سارة أنا فرحانة خالص أنك معانا النهاردة، أهلا بيكي. أهلا فيك أستاذة أماني وشكرا للاستضافة مرة ثالثة، تقريبا هذه ثالث مرة أتصفيها معك. ده صحيح. وشكرا للاستضافة، شكرا لحسن الضيافة، وسرني كثير أني أطلع بشاشتكم وأنقل قضايا وهموم المرأة السعودية. أنتي مشرفانة حبيبتي. خليني أقول كمان أن سارة أنتي عملتي فكرة الشريط الأبيض، أنتي بتستخدميها النهاردة من أهم الأدوات اللي أنتي بتستخدميها للدفاع عن النساء المعتقلات في دور الرعاية. فاللي عايز يتابع برضو الجزء ده من شغل سارة في موضوع الشريط الأبيض كمان لازم. احنا عملنا الحلقة كلها، أول حلقة كانت الشريط الأبيض صح؟ بخصوص دعم فتيات دور الرعاية بالضبط. نعم أوكي. سارة في الحلقة الأولانية أعتقد أو الثانية، أنا مش فاكرة، مش قادرة أفتكر، واحدة منهم إحنا اتكلمنا عن رأيك في التطورات اللي حصلها في السعودية مش كده؟ لكن كمان أنت عملتي مقابلة على جعفر توك اتكلمتي فيها، المقابلة الأولانية اللي كانت تقريبا من 3 سنين ونص، عن رأيك في التطورات اللي حصلها في السعودية. أنا عايزة أوري المشاهدين كان رأيك إيه في الوقت ده، لكن عايزة أقول أيضا تنويه إنه إحنا لما عملنا الحلقة أنا كان عندي برضو أمال كبيرة في التطورات اللي بتحصل على الأرض في السعودية. أوكي؟ فمش أنت ما كنتيش لوحدك اللي عندك الأمل ده. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. تعتبري حالك اليوم سعيدة؟ بتعتبري حالك؟ أنا صراحة اللي معطيني أمل تصريحات ولي العهد، يعني هي اللي تخليني سعيدة إنه في إصلاحات يعني لبنات وطني. ترين أن ما يقوله هو يعني بيعطيكي أمل لإلك؟ أكيد. بيعطيكي تعتبريها إصلاحات جيدة لإلك؟ طيب. وأنا أتطلع للمزيد لأنه هو بنفسه قال في حقوق لم تحصل عليها النساء السعودية بعد. إيه رأيك لما بتشوفي المشهد ده يا سارة؟ بتسمعي نفسك وانت بتتكلمي بالأمل ده كله، هل موقفك مازال يعني في جانب من الأمل للستات في السعودية؟ أنا أول مرة طلعت فيها كنت فعلا كان عندي أمل إنه يكون في تغيير، لأنه حصلت التغييرات هذه بعد صدور قرار إلغاء موافقة ولي الأمر لسفر المرأة، وأنا شخصيا استفدت من القرار هذا. الشيء اللي لازم أوضحه هنا بخصوص الشكر، أنا بخصوص الشكر هذا يعني لازم أوضح شيء للمشاهدين، سواء شكرت أو ما شكرت هو في كل الحالات مصير المرأة رح يكون سجن. أكيد رح تسأليني كيف، لأنه هو الفكرة الرئيسية المتبعة الآن أو اللي تقوم فيها الدولة الآن بالسعودية مع الأسف هو تصفية النسويات أو تصفية أي امرأة تتكلم عن حقوقها، يعني غير مخول لك بالحديث عن حقوق المرأة وأي شيء نقصها للوسائل الإعلام الخارجية، لأنهم يعتبروا أي واحدة تتكلم في وسيلة إعلامية خارجية يعتبروها تخابر، تهمة تخابر على طول، مع أنك تكلمتي بس لصحفي أو ظهرتي على قناة تلفزيونية. فأنا مثل ما وضحت لجعفر توك مقابلتي الأخيرة معه، أنه بعد الحلقة هذه بعدها تقريباً ما أدري بكم فترة، أتوقع يمكن أسبوع أو أسبوعين بعدها على طول جاني اتصال، ليش تقولين انه لسه في باقي، ليش ما شكرتي وسكتتي؟ طيب هذه الحقيقه في اشياء ناقصه، البنات عندهم مشاكل مع اهاليهم، في بلاغات العقوق والتغيب وايواء متغيبه، وهذا راح اشرحه بعدين في سياق الحلقه. لكن اني اسكت واقول لسه خلاص انا بس كافيني اني اسوق واسافر، لا، هذا مو كافي، شيء مو كافي ابدا، هذا غير تعويض المتضررات من نظام الولايه نفسه. لان كثير عنده فكره انه خلاص سقنا وسافرنا خلاص، يعني مو محتاجين باقي، لا، محتاجين الغاء الولايه كليا، محتاجين تجريم العنف الاسري،
محتاجين إلغاء البلاغات الكيدية اللي هي جمعية حقوق الإنسان السعودية اعترفت إن أغلبها كيدية، محتاجين إغلاق مؤسسة دار الرعاية اللي تسجن فيها النساء السعوديات فقط فقط السعوديات. طيب لو في لو تفضلي. بصي يا سارة، خليني أرجع لنقطة النشاطات. أنت كنت بتتكلمي كناشطة، كان عندك رؤية أن البلد هيكون فيها أمل وهيكون في تغيير وكل ده. العالم كله في نفس الوقت، خلينا يعني أنتم من قلب السعودية شايفين حاجة، وكان عندك أمل. كان في سلمى على نفس البرنامج معاكي كانت بتبصلك وتقول لا ما فيش أمل خالص، لأن سلمى كانت في كندا، فاكرة؟ كان سلمى اللي كانت سلوة. معك سلوى، سلوى، أنا أسفة، يس، سلوى الزهراني، سلوى الزهراني، يس. فهي كانت في الناحية التانية من القمع بصورة مختلفة عنك. خليني أقولك أنه أنا لما شفت التطورات في السعودية كنت فعلا فاكرة أنه ممكن يكون في أمل، وكنت فاكرة أنه لما شفنا البنات اللي طلعوا من غير حجاب، وأنه في ستات ممكن في المول تمشي من غير حجاب والكلام ده كله، أنه ظهر ولي الأمر بيقول أنه ما فيش حد يجبر الستات أن هم يلبسوا الحجاب، يعني كل ده في ورق بيطلع، كان عندي أمل. بس هحكي لك حاجة ليكي وللمشاهدين وعايزة تعليقك على ده، هل ده حقيقي ولا لا. لي أصدقاء سافروا السعودية من فترة قريبة، فقلت لهم إنكم هتشوفوا مشاهد تطور في السعودية، وإنه هتلاقي ستات ممكن ماشيين من غير العباية، وإنه هتلاقوا في ستات كتير في الشوارع. أول تعليق قالوه لي لما رجعوا، إحنا ما شفناش ستات في الشوارع، you know؟ ما شفناش ستات من غير حجاب في الشوارع، وانه الستات قليلين جدا في الشوارع. طبعا هم كانوا في جدة، انا ما اعرفش. انت شايفة الرؤية دي ازاي؟ هل ده حقيقي؟ احنا بيتقال لنا انه في تطور لكن جوه ما فيش. ممتاز انك سألتيني السؤال هذا، السؤال هذا جدا جميل، واتوقع مشاهدينك اغلبهم عندهم السؤال هذا، لان هذا السؤال اللي محير تقريبا. انت قلت انه اصحابك راحوا لجدة، جدة تعتبر اكثر المدن انفتاحا مقارنة ببقية المدن في السعودية. فلما اصحابك يقولوا احنا ما شفنا سيدات بدون حجاب، او سيدات يعني قليل ما شفنا السيدات بالشارع، هذا يثبت ان التمكين مهم. اساليني ليش، انت ذكرتي، انت قلتي لي في الحلقة، قلتي لي كانت سلوى موجودة. اي هنا المفروض سألتيني كمان عن مناهل، لانه مناهل قالت كلمة، وبسبب الكلمة هذه راحت الآن للسجن، لأنك أنت تسأليني أنا مع أني شكرت وكذا، بس أنا الآن لاجئة سياسية. نعم. مناهل قالت أنا أطلع بدون حجاب وبدون عباية، ومسوية حملة بإسقاط العباية، وأنا أمشي على كلام ولي العهد. ولي العهد قال يحق للمرأة السعودية أنها تخرج بدون عباية، أنها تطلع بدون حجاب. طيب yeah. لكن تصريحه المزدوج المعايير، يعني تصريح للوسائل الإعلام الغربية حتى يسوق نفسه كرجل منفتح وكرجل إصلاحي، بينما للإعلام الداخلي هو قليل ما يعمل مقابلات مع صحف محلية، قليل جدا، قليل ما يهتم أو أنه يوجه حديث مباشر للمواطن، سواء عن الإصلاحات اللي ناوي يسويها أو اللي سواها وغيره. الشيء هنا اللي عشان أجاوب على سؤالك بشكل دقيق جدا، الرؤية الجديدة أو الانفتاح الجديد هو مخصص للنساء الأجنبيات فقط وليس السعوديات. السعوديات يعني تم استبعادهم من التغيير هذا أو الانفتاح هذا، لأن الأجنبية، لأن السعودية حابة تنفتح سياحيا وحابة تطبق النموذج الإماراتي اللي هو الأجنبيات يقدروا يجوا بدون عباية. فتصريح ولي العهد في وسائل القنوات الأجنبية كان مخصص للسيدات الأجنبيات وليس السعوديات. لكن الآن كان غطاء يعني، بس هي الورقة اللي طلعت بالقانون اللي بيمنع. نعم، تم إلغائها، تم إلغاء التعميم هذا، تعميم الحجاب قصدك، تم إلغائه، وتم سجن اللي كان موقع على الضابط اللي كان موقع عليه. واو، أوكي. طب دي معلومة جديدة، هل إيه الإثباتات بقى إنه تم إلغائها؟
الإثباتات اللي تم إلغاها لأنه التعميم هذا غير معمول فيه حاليا في دوائر الشرطة. والدليل كمان سجن أي امرأة سعودية من حق أي مواطن سعودي يشوف أي واحدة سعودية بدون حجاب يبلغ عليها يقول ماشية بدون حجاب أو إنها ماشية بدون عباية مثلا. من حق أي في أي منطقة في مناطق المملكة سواء كانت متشددة منفتحة الشرطة تستقبل بلاغات أي امرأة وتسأل إذا كانت سعودية أو أجنبية. إذا كانت أجنبية يعني ينصحوها بس ما يعاقبوها، لكن إذا كانت سعودية يتم معاقبتها. هو اللي حابة أوضحه لك وللمشاهدين أنه التغيير الآن يخص فقط الأجنبيات. تصريحات ولي العهد بخصوص الانفتاح تخص فقط النساء الأجنبيات عشان يجوا للسياحة. السعودية حابة تفتح المجال السياحي فهي تدعم النساء الأجنبيات أنهم يجوا سياحة، فعلشان كذا تكلموا علي العهد للقناة الأجنبية أن العباية غير ملزمة. بينما تخرج مواطنة مثل من أهل العتيبي ويتم سجنها من والتبليغ عليها الحين مسجونة لها 7 شهور تقريبا بتهم منها الدعوة لإسقاط الحجاب والعباية. يعني مثلا خلينا أقول لك شيء، مثلا خلينا نفرض أن الحجاب غير ملزومة في المرأة السعودية، طيب ليش الدولة تلزمها بالحجاب لما تصور الوثائق الرسمية سواء بطاقة الأحوال أو رخصة القيادة أو جواز السفر؟ ده إلزامي، ده إلزامي. ما الدولة ما تعطيها جواز سفر أو بطاقة أحوال أو رخصة سواقة بدون الحجاب؟ منطق سليم. يا أوكي خليني أسألك. أتفضلي. أوكي لا، فأنا حابة بس أختم جزئية بسيطة. فلازم المشاهد يركز إنه تصريحات ولي العهد مزدوجة، فهو ينقل صورة أخرى للإعلام الغربي بينما صورة مختلفة عن الإعلام المحلي. فهو لو كان جاد هو كان يبدأ من وزارة الداخلية اللي تلزم المرأة السعودية للآن بالحجاب والعباية السوداء. هل أنت كناشطة حقوقية عندك تواصل مع سيدات داخل السعودية؟ سؤالك جميل جدا. مع الأسف الشديد أي امرأة سعودية تتواصل معايا تواجه خطر الاعتقال، خطر السجن وخطر التحقيق، لأنها تتواصل مع وحدة معارضة للدولة. كان في بنت تواصلت معايا بخصوص قصة عنف تعرضت لها وتم تجاهلها من السلطات السعودية، فنشرت وكتبت عن حالتها، تم استدعائها لمركز الشرطة، تم التحقيق معها. تخيل التحقيق تركوا قصة التعنيف وأن أبوها وأخوها يضربوها وركزوا فقط على جزئية ليش تتواصلي مع سارة اليحيى، ليش ترسل الفيديو لسارة اليحيى، ليش تتكلمين مع سارة اليحيى. لأنه طبعا القمع من الناحية دي علشان خاطر القصص الحقيقية للنساء تفضل مطمورة. لازم أقف أقول أنه على فكرة دي من الأسباب الهامة جدا اللي خلت برنامج المرأة المسلمة يبقى اسمه برنامج المرأة المسلمة، علشان نتكلم في كل المسكوت عنه، علشان نتكلم عن ونفضح كل التابوهات اللي بتحصل داخل حياة المرأة المسلمة بسبب القانون الإسلامي والشرع الإسلامي وبيضغط عليها علشان خاطر الكرامة الإسلامية، فبقت كرامة الدولة من كرامة الإسلام في العالم. يعني لا تنسي ان دستور الدولة هو القرآن طبعا. وما زال ده احنا يعني انا سألتك في الحكاية دي قبل كده بس خليني اعيدها مرة تانية. السعودية هل فيها قانون مدني وضعي؟ ولي العهد مركز انه الدستور سيبقى وسيبقى القرآن والسنة، يعني مرجع الدولة نفسه قرآن والسنة، فهو لا يقدم نفسه على رجل كرجل مصلح سياسي. لا يقدم نفسه، فهو فقط يسوق التغيير لمصلحته الشخصية فقط. إذن القوانين كلها ما زالت مستمدة من الشريعة الإسلامية بمنتهى البساطة. ومعرضة، والتغييرات الحالية معرضة للإلغاء في أي لحظة. يعني الآن الحاكم مستفيد من التغيير فيما يخدم مصلحته، فيما يخدم مصلحة متنفذين معينين في الدولة. يعني بس تنتهي مصلحته. يعني مثلا زي الولاية، ما هو ده معارض للشرع الإسلامي، إلغاء الولاية.
ايوه الغاء الولايه يعني تمت بطريقه جزئيه حتى ما يعارضوا اللي هي الولايه، لانه الولايه عندهم كيف؟ الولايه في السعوديه ولايه عامه وولايه خاصه، الولايه الخاصه اللي هي الولايه على المراه اللي هي ولايه الزواج يقولوا، والقيام على امورها من قبل ولي ذكر في العائله. اما بالنسبه للولايه العامه اللي هي ولاه الامر، فاذا السعوديين للان ينادوا حكامهم ولاة أمورنا ولي أمرنا، فهذا دليل أن الشعب نفسه قاصر غير قادر على اتخاذ قراره السياسي. تحت الولاية ما عنده وعي سياسي، ما عنده الوعي نفسه بأموره بحقوقه بواجباته. فهو يشوف نفسه الشيء الوحيد اللي لازم يسويه فقط اللي هو الطاعة فقط لا غير. يعني الفرق بين ده وبين الغرب أنه مثلا أمريكا الدستور بتاعها بدايته we the people، احنا you know الناس هم الناس هم اللي بيعملوا الدولة. طيب خليني اتنقل لقصة يعني ظهرت في اليومين الاخرانيين، هي قصة سلمى شهاب. سلمى شهاب في هقرأ لكم تويتة بتقول دخول سلمى شهاب وسبع خلينا نشوف التويتة دي على الشاشة. دخول سلمى شهاب وسبع معتقلات أخريات في إضراب عن الطعام يعني إن معتقلات الرأي وصلنا إلى مرحلة أصبح الموت فيها مثل الحياة، وذلك بعد تقاعس الجميع عن نصرتهن في ظل قضاء سعودي مسيس، أنا مش عارفة يعني إيه، يمكن كلمة غلط، الذي لم مسيس اوكي سوري الذي لم يكتفي بحبسهن سنوات طوال فزاد فيها امعانا في ظلمهن. وطبعا سلمى شهاب كانت رايحه زياره للسعوديه، ما كانتش عايشه في السعوديه مش كده، وكتبت تويته واعتقلوها بسبب التويته دي. سلمى شهاب قضيتها جدا محسنة وتثبت أن التغيير في السعودية مجرد وهم. بتسأليني ليش؟ لأنه إذا وصلت الدولة أنها تسجنك علشان تغريدة أو لايك أو ريتويت، فهنا اعرف أن القمع وصل لشيء مدمر للمواطن، شيء سالب لحقوقه. اعرف أنك في دولة ممكن تسلب حقك بأي لحظة، تشتبهك بأي لحظة وتسجنك حتى 40 سنة ومنع سفر 40 سنة كذلك لمجرد الاشتباه، لمجرد أنه مسؤول معين غير راضي عنك. لا تنسي أن القضاء في السعودية مسيس يعني مسيطر عليه من الملك نفسه، يعني الملك نفسه أو من نوبة عنه أو من حوله هو اللي يقرر الأحكام وليس القاضي نفسه. ولا ننسى أن القضاء في السعودية قضاء خريجي شريعة، يعتبر إن اللي قامت فيه سلمى من انتقاد لولي الأمر هو الخروج على ولي الأمر. ويسموهم الخوارج، يعني الخارجين على طاعة أولياء أمورهم اللي هم الحكام. فكيف رح تتفاهمي مع عقلية دولة تعتبر إن الخروج على ولي الأمر وانتقاده، وحتى لو سويتي لايك يعتبره جريمة، كيف رح تتفاهمي مع الحاكم هذا؟ كيف رح تتفاهمي مع الحكومة هذه؟ انت كمواطنة، انت كمواطن انت في خطر لمجرد انتقاد ضريبة. حتى الضريبة لما تنتقديها في السعودية يتم سجنك عليها. المرأة في السعودية، اذكر في نقطة مهمة جدا يمكن غابت عن بال الكل وقليل جدا احد يتكلم عنها، المرأة المعتقلة السياسية يتم اصدار حكم مضاعف عليها غير عن الرجال. يعني الرجال الاحكام ضدهم تكون اقل، بينما المرأة تكون اعلى. القضاء السعودي يعاقب المرأة السعودية دبل أضعاف العقوبة. فهذا الشيء لازم نفهمه. ليش؟ لأن الشريعة نفسها اللي هي مصدر التشريع في القضاء السعودي يعتبر المرأة السعودية مذنبة، فالعقوبة عليها مضاعفة، أضعاف مضاعفة. حتى الجلد، يعني مثلا في قضايا بسيطة ممكن يحكم على الجلد الرجل 10 جلدات، المرأة يحكم عليها 20 أو 30 أو حتى 50. قضية مثلا طبعا الكلام ده على مسؤوليتك انت يا سارة، لان انت عشتي الكلام ده. انا اتحمل مسؤوليته. القضاء السعودي ضاعف العقوبة على المرأة وينظر للأجنبية والرجل العكس، يعني الأجنبية تاخذ عقوبة اقل.
الرجل السعودي ياخذ عقوبه، ها يعني المرأة السعودية تاخذ عقوبه اكثر منهم كلهم. لو بصينا للعقوبات اللي حصلت مع سلمى وغيرها في نفس الوقت في الفترة الأخيرة، كان في 3-4 من النساء على الأقل حكم عليهم أحكام بسنين طويلة جدا لمجرد إنهم عملوا تويتة مخالفة. سمعت واحدة 39 سنة، واحدة 66 سنة، واحدة 32 سنة، إيه الكلام ده؟ نساء نعم؟ ردي عليا، نساء ولا لا؟ آه، ما أنا بتكلم على النساء. يا ما راح مظبوط. تلاقي الاحكام هذه على الرجال، راح تلاقيها كلها على النساء، نعم. جميعها على النساء. وتضاعف العقوبة على المرأة السعودية أضعاف مضاعفة. القضاء السعودي عامل المرأة بدونية. خريجي الشريعة يتوقع أن المرأة هذه المفروض أنها هي المصدر، انها هي تربي اولادها على طاعه اولياء امورهم، فلما هي تخرج على طاعه ولي الامر بس انتقدت ضريبه او ساعدت سجينات او تكلمت عن سجينات او حاولت تساعدهم يعني باللي تقدر عليه او حتى تتكفلها بمحامي، يعني شوفي وين وصل، مع العلم انه ما في اي محامي في السعوديه يتجرأ ويمسك قضيه معتقل على فكره، حتى تشوفوا وين القمع والديكتاتوريه واصله، واو. لوين وصلت السعودية في الإجرام ضد مواطنيها شخصيا. فالمصيبة هنا لما أنت تكون ممنوع من توكيل محامي، والمحامي نفسه يخاف يدافع عنك لأن المحامي نفسه ممكن ينسجن معك. شفتي يا شفتي وين وصلنا إحنا؟ عموما المجتمعات القمعية اللي بيتكلم فيها بيبقى عارف انه بايع نفسه، ف you know لا برافو محامي. عليك، نعم، برافو عليك، صحيح يا اختصرتيها. لانه خلاص عارف انا لو اتكلمت داخل السجن، داخل السجن يعني، او هيكون له ويا عالم خسارة متى من نوع تطلع، ما. نعم، ويا عالم متى تطلع، ويا عالم متى تطلع. بالظبط. يا خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده. بيقول لك بيتكلموا عن ليه المعتقلات السعوديات بدأوا بالإضراب عن الطعام. ده بيقولوا إن في 23 مارس 2023 بدأت المعتقلة سلمى شهاب إضرابها عن الطعام، وسبع معتقلات سعوديات بدأوا بالإضراب منذ بداية رمضان، احتجاج على احتجازهم التعسفي، حرمانهم من حقوقهم القانونية زي ما قلتي، مش عارفين يلاقوا حد يدافع عنهم، كل حق قانوني موجود ليهم من الواضح انه صورة كلام حبر على ورق لا يمكن انه يستخدم لمصلحتهم. شفنا ده في قضية لوجين الهزلول كمان. معترضين على المحاكمات الجائرة والأحكام القاسية، عايزاكي تعلقي على كل ده يا سارة. سوء الأوضاع داخل السجون، التعذيب النفسي والمضايقات وأيضا للمطالبة بإطلاق سراحهم. المعتقلات السياسيات لازم نذكر معاهم كمان لينا الشريف، أسماء السبيعي. الأسماء هذه مغيبة ليش؟ لأنه ما يعتبروها سياسية، لأنه لينا الشريف وأسماء السبيعي كانوا يدافعوا عن حقوق المعنفات ضحايا العنف الأسري. العنف شأن سياسي والدولة تعتبره شأن عائلي، فالدولة تعاملهم معاملة المعتقلة السياسية لأنها تدافع عن المعنفات. شوفي وين وصلنا في القمع. تعليقي كيف ظروف السجن، لازم انت تعرفي، مشاهدينك يعرفوا انه ظروف السجن السجون السياسية السعودية جدا سيئة للمرأة، منها اضطهادها نفسيا جسديا. يعني كفي، يمكن ما في احد يتكلم بالموضوع هذا، لكن وقت ظروفها الصحية مثلا يتم اضطهادها بدورتها الشهرية، يعني إذا جتها الدورة ما بيعطوها الفوط الصحية أو المستلزمات. يعني شوفي لوين وصلت المرحلة. السجن الانفرادي، المعاملة السيئة، تسليط أحد السجينات اللي معروف عنها سوء الخلق عليهم، يعني يكون عندها مثلا سوابق إجرامية فيروحوا يسلطوها على السجينات السياسيات حتى يستفزوهم، هذه من وسائل التعذيب. كمان شد الشعر، الصعق الكهربائي، التحرش، التهديد بالاغتصاب، إجبارهم على مشاهدة أشياء غير جنسية. بالضبط. نعم. وكمان مشاهد عنف، كمان الإجبار على التقيؤ،
كمان الضرب على البطن وقت ما يجيهم الدورة الشهرية يتعمدوا يضربوهم على بطنهم كمان نفس الشيء، الضرب في الأقدام، منعهم من استخدام شيء يحمي رجولهم من البلاط في السجن فتمشي حافية الأقدام فهذا يعرضهم كمان لمشاكل صحية، يتم إعطاهم مياه ملوثة مو مياه صحية مثلا، الأكل تكون جودته جدا سيئة منتهية الصلاحية، ويتم التعمد، يكون في قسم في السجن منتجات منتهية صلاحيتها يتم إعطائها للسجينات هذه. من صور الاضطهاد كمان الملابس، يعطوهم ملابس مستخدمة وكمان تكون مستخدمة من قبل سجينات أخريات. يعني ايش اقول لك، يعني حتى النظافة الشخصية، الفرش الأسنان ما يعطوهم، الصابون، يعني الاهتمام بنفسهم، يمنعوهم من الاهتمام بنفسهم. يعني أنا بس كل اللي حضرتك شاركتينا بيه ده دلوقتي، أنا بس سؤال في ذهني، ليه؟ يعني إيه الهدف؟ لأنه الناس بتعمل السجون، خليني أقول بس دي، الناس بتعمل السجون لتأهيل الناس لتغيير الواقع الإجرامي، لتغيير الواقع الفكري. يعني إيه الهدف؟ بالضبط. آخر شيء، آخر نقطة، هو تهديد السجينات المعتقلات السياسيات بأهاليهم. مثلاً واحدة من الحالات، رح نغتصب أمك، رح نغتصب أختك، فالتهديد باغتصاب إناث العائلة. إيش السبب؟ الدولة السعودية في عهد محمد بن سلمان تم إنشاء جهاز اسمه أمن الدولة، متخصص في قمع وتعذيب المواطن، اللي يشرف شخصياً على السجون السياسية في السعودية هي أمن الدولة. اللي ماسك ملف اعتقال النسويات وتصفية النسويات هو أمن الدولة. فيتم حتى يتم توظيف رجال بفكر ذكوري لمحاربة النساء، يتم توظيف أيضاً نساء بفكر ذكوري لاستدراج النسويات. حتى يتم اعتقالهم، وتم اعتقال كثير من النسويات. طيب يقول محمد بن سلمان ممكن المرأة، المرأة السعودية في عهد محمد بن سلمان يعني احتلت نسبة كبيرة من السجينات، يعني كثير من يعني نسبة السجينات من النساء دافعت كثير في عهده. فإذا كان هو ممكن المرأة، ليش أغلب المساجين هم نساء؟ ليش أغلب المساجين هم شباب؟ طالما يقول الشباب السعودي، وين الشباب السعودي وانت ثلاث أرباع ورامي بالسجن؟ ليش؟ لكن الكلام ده انت بتعرفيه من داخل السعودية، من إحصائيات، من لأنه احنا ما عندناش إحصائيات بتقول كده، لأنه أحد المعتقلين كمان ذكر الشيء هذا. فكمان عندك قضية طارق كمان كان مؤيد للسلطة، وكان مؤيد للتغييرات اللي في السعودية، نفس الشيء تم اعتقاله، وهو قال أكد أنه أنا شفت نسبة مساجين كثير من الشباب، قليل جدا مجرمين، وأغلب قضاياهم اعتقال رأي، معتقلين رأي. وذكر معلومة مهمة، قال إن معتقلين الرأي يتم معاملتهم بصورة جدا سيئة، وعدم الاهتمام فيهم، ويتم قمعهم، ويتم مراقبة كل الاتصالات الواردة والصادرة من سجون معتقلين الرأي. يتم إزعاجهم في نومهم، ما يقدرون ينامون، يتم حتى الترصد بتصرفاتهم، يتم إعطاهم جودة سيئة في الأكل، يتم منعهم من ممارسة نشاطات أو دخول دورات. يعني بالكامل المنظومة غير أدمية في التعامل مع السجناء، يعني معتقلين الرأي، بينما السجناء المجرمين يجيهم عفو، يتم التعامل معهم بإنسانية أكثر. يعني شوف الفرق، المفروض إيش؟ المفروض العكس. يعني الشخص اللي عنده رأي، وده على طول يحطنا في، يرجعنا لفكرة الحرية الفكر والديمقراطية ورفض الإسلام لفكرة الديمقراطية كليا. فما نقدرش نقول إنه السعودية بلد ديمقراطية، ما نقدرش، لأنه الديمقراطية ضد الإسلام مباشرة، فما ينفعش.
وده اللي يخلي التركيز على سجناء الرأي. عايزة أسألك على قضية يعني لا تذكر إلا قليلا يعني، وهي قضية السيدات المعتقلات المنازل. تقدري تشرحي للمشاهدين مين هم معتقلات المنازل في السعودية؟ معتقلات المنازل النساء المنسيات التي لا يسمح لهم بذكر أساميهم، التي لا يسمح لهم بالتعرف على وجههم، غير مسموح لهم حتى بالخروج من المنزل، يعني محبوسات في غرفة معينة، ممنوعات من الدراسة، ممنوعات من العمل، ممنوعات من قيادة السيارة. مو الحين يقولوا النساء يقدروا يسوقوا، في نساء غير قادرات على قيادة السيارة. نعم. معتقلات المنازل معرضات للتعذيب اليومي، الحرمان من الأكل، مصادرة. يعني إيه اللي يخلي واحدة تبقى معتقلة منزل؟ يعني إيه الأسباب؟ اعتراض، لم تطيع ولي الأمر أبوها. إحنا بنتكلم على واحدة عايشة في بيتها مش كده؟ عايشة في بيت ولي أمرها، إن ولي أمرها متسلط عليها، إن ولي أمرها يعاقبها بالنيابة عن الدولة، والدولة تسمح له إنه يعاقبها. يعني يقدر ليه سلطة يقول لها ما تخرجيش من الأوضة دي، ولا ما تخرجيش من البيت؟ لا، له سلطة حتى يمنعها تطلع من البيت. أوكي. يعني كان في فيديو متداول انه كان في اب جالس يضرب بنته بالعقال، العقال السعودي. Yeah. هذا اللي يحطه فوق الشماغ، فيضربها بالعقال. ليش؟ Okay. انها طلبت ديليفري، طلبت اكل، طلبت اكل وطلعت بس عشان تجيب الاكل عشان تاكل. فهذا اللي ناقص انها تطلب الاذن عشان تاكل، تطلب موافقه ولي الامر عشان تاكل، وهذا متداول حاليا في احد الفيديوهات. Yeah. من احدى ضحايا معتقلات المنازل كمان نتذكر هديل الحارثي. هديل الحارثي كانت تصور، بس طلعت صورتها بالإنترنت، قام أخوها قتلها. yes. مين اللي أعطى أخوها الحق أنه يقتلها؟ الدولة والمجتمع، القبيلة نفسها، لأنه يعتبروها. خليني أقرأ لك تعليق على موضوع هديل الحارثي بالذات، يعني كويس أنك ذكرتي الموضوع ده. واحد بيقول كده: أخو هديل الحارثي عايش حياته بعد ما قتل أخته وأخوات أمر، محدش سجنهم، بيسجنوا اللي بيطالبوا بسجنهم، وحق البنات زي شيماء البقمي وفيحان الغمدي والقائمة تطول، كل دول مش عاملين مساس للقيمة في المملكة. محدش عمل مساس إلا بنت مش لابسة عباية وبتروح الجيم وتحضر حفلات. حتة بقى إيه المساس بالدولة وقيم الدولة وأخلاق الدولة دي كمان ممكن تتنقل للبيت، فتبقى سبب قتل واحدة أو حبسها. خليني قبل ما أسمع شيء هذا، وعلى فكرة علشان أعطيك المعلومة هذه، السعودية لما ولي الأمر يقوم بقتل المرأة في العيلة، لا يسمح بتشريح الجثة حتى، يعني يقولوا إنه وفاتها بسبب عائلي، وفاتها بانتحار، يعني حتى يزوروا سبب الوفاة، إذن فلا يتم تشريح جثة المرأة. أوكي. ومعلومة أخرى، بما أنك ذكرت شيماء البقومي، شيماء البقومي كانت معتقلة من معتقلات المنازل، كانت ممنوعة من ممارسة حياتها الطبيعية كامرأة سعودية. لما قررت أنها تستقل في بيت، تم الإبلاغ عليها تغيب وعقوق، وتم سجنها، والدولة متواطئة مع الأب أو ولي الأمر في معاقبة. يعني لو ولي الأمر يقول أنا أبغى أعاقبها وأحبسها، الدولة تقول له أوكي مو مشكلة عادي. Yeah. طيب خليني أخد مكالمة معانا سام من ميتشيغان. أهلا سام، تفضل. هل مساء الخير أختنا. سلام المسيح معاك سام، مرحب بيك. الله فيك يا رب، الله خليك. أول شيء حرام، المرأة السعودية كتير مظلومة. نحن أنا بشوف هون بأمريكا نساء سعوديات محترمين، ناس متعلمين، مثقفين، ولاد جامعات. ما بعرف ليش هيك عم بصير فيهم ببلادهم. يعني المرأة ممنوعة تختار زوجها، ممنوعة تقول رأيها، ممنوعة، كان بالأول ممنوع تسوق سيارة، هلا عم بتسوق سيارة، وهي أول بداية. بس مع المرأة ما عندها ما لها بالحق، إذا بدها تروح من مطرح لمطرح بدها تاخذ معها محرم. Yeah. يا أختي، ما نحن بوين صرنا؟ نحن بالقرن 21
والله يا أختي امبارح بكيت لما دخلت على الانترنت وشفت سعوديات محترمين الناس صبايا بعمر الورود يعرضون أنفسهم للزواج والميثاق. مع الأسف كتير حزنت. أنا بديني شغل مش موضوعنا الحلقة اليوم هيك بس أنا رحت على إيران. صحيح بإيران في أنتم بتشوفوا بس حسينيات وجوانح، بس أنا في بقلب إيران ناس كانوا عم يمشوا بلا حجاب، وهنيك هيدي الجمعية اللي عملوها للملاحقين بلا حجاب هيدي لهوها بإيران. مظبوط، احنا عملنا حلقات في الموضوع ده يا سام، عندك حق، ده موضوع كبير جدا، بس النهارده خلينا في السعوديه. انا رحت على ايران ومشيت بقلب ايران شفت الناس كده، من ايران تغيرت عن الاول. نشكر ربنا ايران عندها حاليات وجوامع. مظبوط، خلينا نسمع مع اخواتي السعوديين. شكرا يا سام، شكرا. ممكن تعلقي على مكالمه سام؟ تفضلي يا سارة. أنا أشكر تعاطفه مع المرأة السعودية، وهو مع هو ذكر نقطة مهمة أن المرأة لحد الآن لازم محرم، وهذا يتعلق بمعتقلات المنازل، لأنه معتقلات المنازل ما تقدر تطلع حتى من غرفتها إلا لما يأذن لها ولي أمرها، ما تقدر تطلع من البيت حتى للسوبر ماركت إلا بإذن ولي أمرها. فهو ذكر نقطة مهمة جدا أنه للآن ولي الأمر لم يتم إلغاءه، فيتم إلزام المرأة السعودية فيه. في شغلة مهمة كمان، المحافظات والقرى يتم اضطهاد فيها المرأة أكثر بسبب العادات والتقاليد المتشددة، والدولة لا تدخل في مساعدة النساء. في شيء آخر كمان يعني حتى ذكرني فيه، اللي هو مسألة اغتصاب المحارم. اغتصاب المحارم منتشر في السعودية، ولا يتم معاقبة ولي الأمر اللي يغتصب بنته مثلا، ولا يتحرش بأخته اللي يغتصب أخته، يتم معاقبة البنت نفسها بسجنها. يعني هنا ممكن الأب مثلا يقول كانت مع واحد، يعني ويقول له فحص غش البكارة، يطلع الأب منها ويتم سجن البنت على أساس أنها كانت مع رجال وليس المغتصب كان والدها. يعني شوف، إذن القوانين كلها حاجات صورية، لكن على أرض الواقع ده شيء مختلف جدا. إحنا النهاردة اتكلمنا خصوصا المرأة الغربية مثل ما قلت لك بالأول. مظبوط، يعني أنا أقدر أقول أنه ده سمعت أن ده حصل، أنه في الغربيات بيقدروا يسوقوا، لكن في شخصية معينة كانت هناك وأكشولي سائت في جدة برضو، ولكنها لم ترى امرأة أخرى سيئة معاها مثلا في الوقت ده، كان من سنتين تقريبا أو حاجة زي كده. بس وأذكر كلامك، عفوا قطعتك، أذكر يحق لولي الأمر أنه يمنع المرأة أنها تسوق سيارة، تقود السيارة، من حقه أنه يمنعها ترى. طيب دي يعني دي نقدر نحطها تحت أنه موضوع إزالة الولاية أو رفع الولاية عن المرأة هي صورة فقط وفي أمور معينة فقط، لكنها باقية في أمور أخرى، مش كده؟ أنا أذكرك بتصريح ولي العهد نفسه، يقول أنا مو حابة أتدخل في مشاكل بين النساء والعوائل اللي تبغى تسيطر على نسائها، فما ما أبغى أخلق لهم مشاكل. بالزبط. فبعد تصريحه هذا زادت نسبة العنف ضد المرأة، وزاد مصادرة حريتها سواء بالسفر، بالاستقلال، بقيادة السيارة، أو بالدراسة بالجامعة، وحتى الدراسة حتى بالثانوية والمتوسط هي ممنوعة، أو حتى العمل. وأذكر أنه من حق ولي الأمر أنه يفصلها من العمل. طب خليني هسألك قبل موضوع العمل دلوقتي، الست السعودية تقدر المفروض أنه القوانين الجديدة قالت أنها تقدر تطلع برا البيت، تأجر شقتها من غير ولي، تقدر تعيش لوحدها من غير ما ولي الأمر يطلب السلطة ويقول دي حالة عقوق. الكلام اللي انا بقوله لك ده اللي احنا عارفينه، اللي احنا بنشوفه على الهواء. تقدر اعلق على مساله العقوق، عفوا منك، غير صحيح. هي تقدر تعيش لحالها، هذا صحيح، تقدر تستاجر لحالها، هذا صحيح جدا. في بعض الاماكن يطلب منها ولي امر، اللي هي مكاتب الايجار مو بالفنادق. الفنادق ما تطلب منها موافقه ولي امر عشان تسكن او تستاجر غرفه في الفندق. لكن العقوق للآن يستخدم ضد المرأة السعودية لمصادرة حقها أيا يكن لممارسة أي حق مدني
كان، سواء الاستقلال في منزل خاص بها، حتى لو هي اشترت البيت وسكنت فيه، يحق لولي الأمر أنه يبلغ عليها عقوق ويتم سجنها وحرمانها من السكن في بيتها اللي اشترته وتملكته. يعني إذن ما زال هناك ثغرات كبيرة، مش ثغرات صغيرة بقى، في القانون السعودي. بما أنك ذكرت الثغرات وحابة أوضح للمشاهدين شغلة مهمة، السعودية تقول إحنا عندنا حماية من الإيذاء، لائحة الحماية من الإيذاء. لائحة الحماية من الإيذاء هذه لا تنفع بحالة المرأة السعودية. ليش؟ لأنها تتعارض مع قانون العقوق اللي هو نظام العقوق هذا اللي هو صادر من وزارة الداخلية. لو الدولة جادة في محاربة ظاهرة العنف الأسري المنتشرة بالسعودية بنسبة 80% حسب أحد الإحصائيات اللي موجودة في الجرائد، أتذكر أنها كانت قناة العربية اللي ذكرت، فكانت الأجدر أنها تصدر قانون تجريم العنف الأسري من وزارة الداخلية، فتتعامل معها الشرطة، فحالات العنف تتعامل معها الشرطة. فالآن الشرطة السعودية غير قادرة على التعامل مع حالات العنف، بل يتم يعني تجاهلها. حالات العنف، يعني حد يفهمني، واحد القرآن بيقول له واضربوهن، يعني يضرب يأدب يربي ليه سلطان، هيروح للبنت تروح للبوليس تقول له جوزي ضربني، يقول لها طب ايه يعني؟ يعني ما هي بتكلم، هي بتكلم راجل بيضرب مراته برضه، ما عندوش قانون يلتزم بيه وبيطبق الشرع، لانه مصدر التشريع في السعوديه القران والسنه، وهذا بالزبط. شدد عليه ولي العهد نفسه مثل طيب. ما انت عارفه، انا عايزه معلش يا ساره هوقفك عند النقطة دي، لأن في حاجة عايزة أنقلنا ليها، لأنه ما فضلش وقت كتير للحلقة. إحنا هنعدي الفيديو اللي جاي ده وناخد الفيديو الأخير، بس اديني دقيقة قبل ما تحطه. في الفيديو الأخير ده إحنا بنشوف موقف منك سارة، الناس ممكن تعتبر هذا الموقف خيانة، ممكن تعتبره جرم، ممكن تعتبره تحدي. اللي هنشوفه دلوقتي مش حاجة يعني معمول بيها في عالمنا العربي، ما بنشوفش ستات بتتجرأ إلى هذا الحد، نقدر نقول ده جراءة. أيوة، ولكن عايزاكم تنتبهوا لحاجة. احنا اتكلمنا النهاردة في الحلقة دي فقط على كام اسم ست، كام ناشطة ما زالوا موجودين في غياهب السجون، تكلمنا عن كام قانون سوري موجود ولكنه مكسور بصورة أو بأخرى في ثغرات كثيرة وعميقة، تاخد الناس في لفة، تاخد منهم عمرهم كله. اتكلمنا في حلقات ماضية عن فتيات دور الرعاية، عن السجينات المضطهدات في السعودية، اتكلمنا عن قصص سيدات بعينهم زي بنات الملك عبد الله الثلاثه اللي ما حدش يعرف هم فين النهارده، لكن احنا شفناهم في حلقات على برنامج المرأة المسلمة. اتكلمنا في امور كثيره تخص ده. من هذا المنطلق انا عايزاك لما تشوف الفيديو اللي جاي ده تعرف ليه سارة قامت بالعمل ده، وهنسمع منها بعد كده. اتفضلوا. اسفه يا جماعه، انا طلعت سعوديه، فاللي حلفوا يسحبون جنسيتهم نشوف إذا بيسحبون جنسيتهم ولا لا. أنا ما يشرفني أكون سعودية، ما يشرفني أكون سعودية في بلد قاعد تعتبرني قاصر. إحنا آخر نساء في العالم أخذنا بطاقة حوالي، إحنا آخر نساء في العالم سكن السيارة، إحنا آخر نساء في العالم يعني اعتبرنا مواطنات، كنا مجرد تابعات، دفتر العائلة كانوا يعرفون علينا فيه. فعلى أي أساس أني أفتخر أني سعودية؟ راح أحرق بطاقتي؟ وليش تجبروننا على الحجاب؟ الحكومة اللي تجبرنا على الحجاب عشان نسوي بطاقة أحوال، ليش؟ خلينا نحرق البطاقة. Here we go girl. Yes. لنحرق الحجاب. حرق حرق احرق 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 احرق. سارة، يعني عايزة تعليقك وانت بتعملي كده، انت بتضحكي بس انت عملتي حاجه كبيره، يعني ليه اخترتي انك تعبري بالطريقه دي؟ لان اول شيء هذا صور من صور الاحتجاج السلمي، الاحتجاج على اوضاع المراه اللي تم التلميع انها اخذت حقوقها والحقيقه غير ذلك. التمكين مثل ما انا ذكرت يخص الطبقه المخمليه فقط. اللي سويته نحرق البطاقه
إنه في نساء كثير مو قادرين حتى ياخذوا بطاقة أحوال، ممنوعات إنهم يصدروا بطاقة أحوال، والسبب إنه ولي الأمر رافض إنه يطلع لهم بطاقة أحوال، وهذا معتقلات المنازل، لأن معتقلات المنازل ذكرناهم هذه هي واحدة من الحالات إنه ما تقدر تطلع بطاقة أحوال، لأنها معتقلات منازل والدولة تسمح بهذا الشيء. حركة البطاقة لأن الدولة ترفض خروج السجينات إلا بإذن ولي أمرهم، وإذا رفض بعد ما انتهاء محكوميتهم إنه يجي يستلمها كأنها بضاعة تقعد طول حياتها بالسجن. حركة البطاقة لأنه في نساء منسيات في السجون، لأنه في نساء سووا حملات لنصرة قضايا المرأة وتم اعتقالهم بدون أي سبب. حركة البطاقة لأنه كثير في فتيات دور العاية يتعذبون بسبب ولي الأمر نفسه اللي هو قرر أنه يسجنها والدولة متواطئة معه. حركة البطاقة لأن الدولة تعتبر العنف شأن عائلي، الدولة لا تتدخل في العنف، لكن إذا الأب والأم بلغوا عقوق على بنتهم يبغون يأدبونها أو يبغون يسجنونها، الدولة هنا تتواطأ مع العائلة وتطالب بحق عام وحق خاص ويوصل للسجن والجلد ومنع السفر كذلك. حركة البطاقة لأن الدولة ترفضك أنت تساعد أي ضحية عنف، وتهمتك تكون إيواء متغيبة. كل هذا تسألوني ليش حركة البطاقة، هذا رمز، رمز كان يعتبرني قاصر ولا زال يعتبرني قاصر حتى لو كان يعتبرني قاصر جزئيا. إحنا آخر نساء سجن السيارة، فعليا إحنا آخر نساء سجن السيارة، ليش إحنا آخر نساء سجن السيارة؟ المفروض كذا يفكر العالم هذا، ليش؟ إيش السبب؟ إيش السبب إنه بما إننا إحنا آخر نساء سجن السيارة، في نساء ما يقدرون يسجن السيارة، الدولة لازم تواجه الحقيقة. حركة البطاقة آخر شيء لأنه الدولة تقوم بتصفية أي امرأة وتسجن أي امرأة تطالب بحقها، وكذلك لأجل كل لاجئة سعودية، ونذكر أن اللاجئات السعوديات زادت أعدادهم في العهد الجديد، نسبة اللجوء السعوديات زادت بشكل كثير جدا في أوروبا وأمريكا وكندا، ليش؟ طالما المرأة السعودية لها حقوق، بعصر التمكين الوهمي هذا اللي يخص فقط النساء اللواتي راضي عليهم أولياء أمورهم وراضي عليهم طويل العمر، بينما النساء المعنفات وضحايا العنف الأسري لا يتم النظر لهم، بل يتم سجنهم، بل يتم توقيعهم على تعهد إذا هي نشرت فيديو إنه يتم تعنيفها من قبل ولي أمرها، يتم توقيعها تعهد، وإنها ما وإنها تتهم بتهمة التشهير وتأليب الرأي العام وتهديدها بسجن سياسي. كل هذه الصرخات اللي تصرخها المرأة السعودية والمجتمع الدولي ساكت عنها، لأن السعودية معروف أنها تقوم بدفع الأموال لإسكات هذه الجهات بصراحة. أنا بحييكي جدا على شجاعتك، بحييكي على قلبك المهتم ببنات بلدك ومهتم بقضاياهم جوه البلد وبره البلد. التخلي عن جنسية بلدك اللي تربيتي فيها، أتمنى يسحبوها صراحة من المنبر هذا، أقول للحكومة السعودية اسحبوا الجنسية، لأنكم أنتم ما انصفتوني حتى كامرأة، أنا نفسي ما تم إنصافي، كل امرأة سعودية ما تم إنصافها. طالما التمكين الجديد يخص فقط بنت فلان وبنت علان أول سفيرة وأول مدري إيش، هذه الناس يستفيد منها؟ تمكين المرأة ليس بالمناصب، تمكين المرأة بإقرار قوانين تحميها، تضمن حقها في ممارسة حقوقها دون أن تضطر لكي تقدم لجوء، لأنهم يقولوا إن تقدموا لجوء لدول الكفار، فأصبحت دول الكفار تحمي المرأة المسلمة من قمع الدول المسلمة. بالضبط، وإنه كمان حتى رفع الوصاية على سفر المرأة أو إمضاء الوالي على سفر المرأة دي كانت يعني ما جاتش إلا بعد ما البنات ابتدوا يهربوا بأعداد كبيرة ويبقى في فضايح وكده، ومع ذلك دلوقتي إحنا بنشوف إنه في بنات ما زالوا يمنعوا من السفر حتى وهم عندهم الحرية المفروض القانونية إن هم يسافروا. يعني تتكلم بالحقوق وتساعد أي معنفة، يتم أي واحدة يتم توجيه لها تهمة تغيب وعقوق أو إيواء متغيبة يتم حرمانها من السفر. يعني إذن أول حاجة، لو الأب عارف إن البنت هتسافر يروح يعمل قضية عقوق فما تقدرش تسافر، فهي دي ثغرة، يعني لفة
نقدر نلفها علشان الستات ما تقدرش تخرج. قرارات متعارضة مع بعضها yeah. لأنه عندي ولي العهد مو حاب يتدخل في المشاكل العائلية. well, يعني دايما تعنيف المرأة بيتقال عليه مشاكل عائلية شؤون عائلية المنظمات الأجنبية والحقيقة غير ذلك. فقضية مريم العتيبي من قام بالادعاء عليها هي النيابة العامة وليس ولي أمرها yeah. كما ذكرت شقيقتها فوز العتيبي. فوز العتيبي كمان أخت مناهل العتيبي وأخت مريم العتيبي. ليش قدمت لجوء في بريطانيا yeah. لأن أختها منال تم سجنها. ليش أختها منال yeah. تم سجنها؟ لأنها اعتمدت على أقوال ولي العهد بالخروج yeah. بدون عباية. فهل هي أقوال ولي العهد وتصريحات وهي فخ للمرأة السعودية؟ يعني آخر تعليق سمعته لفوز العتيبي كانت بتقول إنها بتشعر بخطر شديد وإنه إنها هتواجه أمور صعبة. نعم؟ تم تجنيد العديد من الحسابات التابعة لأمن الدولة والمباحث لأكبر حملة تشويه وتحريض ضد فوز العتيبي وزوجها. طيب خلينا كمان يطلقوها مثل ما صار في قصة لوجين وزوجها اللي طلقها. فاضل دقيقتين على الحلقة. بحييكي على شجاعتك. بتمنى انه على ارض السعودية يكون في ملايين من النساء زي سارة ليهم صوت سارة لانه صوت الحق لانه صوت الحقيقة لانه الهدف انه هم يكون ليهم حياة وحياة فاضلة كريمة كما يستحق أي إنسان. كل دولة في العالم اللي بيتقال عليه عالم الكفار النهاردة الدول الكافرة بتضمن حق الإنسان الضعيف المضطهد في أي مكان بالصفة عامة، ست راجل طفل أبيض أسود كله زي بعضه. لكن لماذا لا يحدث ذلك في الدول الإسلامية؟ لأننا نواجه الإسلام والشرع الإسلامي بالتحديد اللي أولا ضد المرأة. مهما قلته الإسلام كرم المرأة. اديني خلاصة وفكرة في دقيقة يا سارة. إيه رسالتك للمرأة السعودية؟ رسالتي للمرأة السعودية إنها لا تسكت. رسالتي للمرأة السعودية إنها لا ترضى بالظلم. رسالة للمرأة السعودية إنها تقاوم. يعني ما في فرق إنهم يسجنوك وما في فرق إنك تموتي، صارت الحياة الموت والسجن واحد. فرسالتي إنها تقاوم، رسالتي إنها لا تسكت، رسالتي إنها تحرر نفسها من الوصايا من الولاية. ولاية الولاية هي أكبر ضرر يصادر جميع حقوقها. رسالة المرأة السعودية إذا لم في كل الحالات أنت مو في أمان بالسعودية، فنصيحتي لك أنك تطلع من السعودية وتقدمي لجوء. طيب لا أنا أتمنى أن هم يقعدوا في السعودية علشان خاطر يغيروا السعودية عشان الست تقدر. مع الأسف أماني الدولة مستميتة في اعتقال السعوديات بالأخص. طيب إحنا لازم نختم يا سارة. خليني أفكر المشاهدين. أولا بشكرك جدا جدا على الحلقة الرائعة دي وبفكر المشاهدين الحلقة الجاية الأسبوع القادم هنشوف قصة سارة الحقيقية. النهاردة شفتوا حاجة عملية في حياتها، لكن في الحلقات القادمة هتشوفوا مفاجآت من حياة سارة ونشوف ازاي الرب وصلها للمكان اللي هي فيه النهاردة. بشكركم، بصلي من كل قلبي لحرية وسلام وأمان على أرض السعودية والعالم الإسلامي كله. أمين.